كل سنة وانتم طيبين. عارفين المقولة اللي بتقول يستفزونك لتخرج أسوأ ما فيك ثم يقولون لك هذا هو أنت؟ هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. مع كل ضحية هتيجي هنا هبقى متفق مع جوزها أو خطيبها وواحدة من صحباتها عشان أعمل فيها المقلب. بس المرة دي الموضوع مختلف خالص. لو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل يبقى أهلا بيكم في برنامجكم الزفة. حلقاتك برجالاتك، رجلك برجل كل حياتك، حلقاتك شوفي ايه فاتك، بص تاني في ملفاتك، يا مأمنة للراجل خبر عاجل اللي بيبان غلبان، ده بيبقى طالع واكل نازل واكل، انسي معانا يوم وعينك للي عليه بقى الله يعينك، ده انت معانا بكل امانه هتطلعي وهيطلع عينك. اسمي احمد زكي، عندي 27 سنه، متجوز تقريبا بقالي سنتين، تيم ليدر في شركه بليد. عايز اعمل فيها المقلب علشان هي على طول فاكره نفسها متوقعه كل حاجه وفاهمه كل حاجه بتحصل، فاجرب فيها المقلب ده. لا عملت فيها مقلب كتير ومفاجات كتير، يعني هي كل يوم تقريبا في مفاجاه في مقلب كده، يعني عايشين على كده. اكتر مقلب قلب بجد كنا مره في المترو وعملت نفسها ان انا بعكسها لدرجه ان امين الشرطه جه ورايا افتكر ان انا بعكسها بجد. رد فعلها مش متوقعه، ان هي دماغها زي الاطفال بالظبط، ممكن تعيط تسكت خالص، ممكن تشتم تضرب مش عارف، هي مش هتمد ايديها، هي ممكن تكسر حاجه تضرب حد تاني غيري، ما دام الموضوع معايا ما بتمدش ايديها عليا. مش موضوع سيطره، هي الفكره ان احنا اصحاب من زمان فالموضوع بينا فيه احترام شويه وكده. اعرف صالحها ان شاء الله، هي في كلمه واحده بتصالحها، هي عارفاها فاول ما اقولها هتصالحها الكلمه بعد اي خناقه او اي حاجه بقول لها يا خلاصي، ف بتسكت. يعني رساله اوجهها لها اقول لها يا سيد يا صاحبي انت عارف ان القط بيحب يخنقه فما تزعليش، يعني مش هتتكرر تاني. فكرت كتير ازاي نجيب الضحيه عندنا، لقيت ان اكتر حاجه ممكن تحرك الست هو الشوبينج او الاوبن داي، واتفقنا مع صاحبتها انها تكلمها وتجيبها المكان اللي احنا فيه على اساس ان هي هتشتري لبس او اي حاجه ما شابه ذلك. المهم اول ما هتوصل يبدا مقلبنا. الضحيه بتاعتنا وصلت، يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل فيها النهارده. يلا. اهلا وسهلا. مساء النور استاذه منى. ايوه جاي لك من طرف سندس. كانت سندس قايله لي ان عندك كولكشن جديد و... اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي. الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. العنوان سهل ولا لا؟ طيب قولي لي انت عايزه ايه بقى، طلباتك ايه؟ عايزه اشوف الشميزات والبناطيل، يعني اتفرج كده واقرر في الاخر. طيب انت بتحبي الوان معينه ولا لا؟ خليني اشوف بس فواتح لو في، يعني يبقى احسن. فواتح زي اللي انت يا ساده، يعني ده في اسود وفي فاتح. اصلا شايفه ان انت بصراحه في حاجات مش متناسقه في اللي انت لابساه خالص. زي كده بالظبط صح؟ لا حبيبتي انا كل شغلي بيجي من بره. اوكي ماشي، ما توريني عشان يعني نتعلم منك ونقلدك ولا ايه؟ بصي ده عندي من فرنسا وده من تركيا، شوفي انت حابه تشوفي ايه وانا معاكي. اوكي مفيش من المانيا؟ لا ما عنديش. المانيا دايما انا بجيب من هناك. لا ما اعتقدش ان ده سني. اوكي وما اعتقدش ان ده من تركيا خالص. ما علينا، يعني ممكن نتفرج ولا ايه؟ على فكره بهزر معاكي، انت زعلانه كده ليه؟ ده انا بحاول اخليكي فريش يعني. لا اضحكي كده، ما تضحكيش ليه؟ شوفي بصي ده يبقى صغير عليكي. انت عايزه فواتح؟ طب بصي دي كده، شوفي كده. اياد دلوقتي داخله عند منى، المفروض ان اللي عامله دور الام هتدخل عندهم وتقنعها ان هي تيجي تحضر السبوع اللي ما تعرفش فيه اي حد، ومنى هتقول لها ايه اوكي تعالي نحضر ومفيش مشكله. اول ما تيجي هنا هنبتدي نستفزها، نستفزها قوي عشان نوصل للي احنا عايزينه. احمد اتفقنا معاه على كده. انت جاهز يا احمد؟ احنا جاهزين؟ جاهزين. كل واحد ياخد مكانه؟ يلا بينا. اهلا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشاني. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. حبيبتي اخبارك ايه؟ والله تعبانه. معلش منى جايه لك في وقت زنقه خالص. بس انت عارفه ان بنتي ولدت وعامل الصبع النهارده. صحيح تعبانه قوي والله، وعندي زبان مش هقدر فعلا. نعم. تعبانه والله العظيم. انت ما هتتاخري، وانت عارفه ما فيش حد عندنا. رجلي والله ما هاخرك، والله كمان ما هاخرك. ده 10 دقايق كلها الموضوع، هنفرح بس البنت الغلبانه دي. معلش معلش، ما انت عارفه الزباين مش كلهم زي بعضهم يا منى، استحمل. معلش حبيبتي ما كلهم زي بعض، معلش انا هقول لها. بقول لك يا نسا، اتفضلي.
انا لسه ولا مدام الاول اهلا وسهلا يا حبيبتي. بصي فرقه صباع بنتي دلوقتي فممكن تفرق يعني ممكن تشرفوني شويه انت ومن 10 دقايق نعمل لها الصباح وطلعي تاني. انا جايه اشتري بس وماشيه والله مش هينفع ده والله 10 دقايق مش اخرك والله. انت عارفه البنت غلبانه وما عندهاش حد حتى اهل جوزها مش هيجوا يحضروا الصباح عايزين نفرحها شويه. الف مبروك 10 دقايق والله ما اخرك والله ما اخركم يا منى والله. انا هاتيها وتعالي هاتيها وتعالي والله عشان كمان مستنيه صاحبتي فمش هينفع اتاخر. هاتي صاحبتك وتعالي يا ستي تعالي هسقيكم وغد حلو والله. ربنا يخليكي والله بس معلش معلش والله ان شاء الله يعني مره ثانيه ان شاء الله. يا بنتي عشان خاطري طيب تنوروني بس ربع ساعه والله واطلعوا تاني. طيب 5 دقايق بقى يعني هنزل. طب هرد عليك سيبيها تكلم صاحبتها وهرد عليك. طيب خلاص هستناك. خلاص ما تاخروش. لا لا مش هنتاخر. ماشي حبيبي مع السلامه. مع السلامه يا روح. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يسلم على سلامتك. في حاجه عجبتك تاني؟ لا انا مفيش دلوقتي بس الفتح اللي في ايدك ده حلو قوي. ودي اخر بيس عندي. ايه يلا بينا. طب ننزل شويه الصباع نفرح الست غلبانه. بس 5 دقايق وهطلع تكون بس سندس جت يعني عشان برضو ايه ما متاخرش. بصي 5 دقايق وبعتي لها قولي لها واحنا نستناها على طول او حتى تجينا على الصباع تحت. خلاص هكلمها تبقى حلو قوي. اه خليها تجينا على الصباع تحت. يلا محمود مزيكا. طيب خلاص ماشي انا اول ما اخلص هنزل لك اكيد يعني مش هتاخر عليك. طب خلاص هخلص والله ماشي يا حبيبي. يلا سلام سلام. ياسر مش شكل ده مع الضيوف. ايوه الزبون عندنا. اهلا وسهلا. انا منوش منورين الدنيا كلها. طب نجيب النون ونفرح بقى دي كلنا. يلا يلا هات النون. يا ميشو يا ميشو حبيب خالو. انا ايه اللي جابك انت مسافر؟ أيوة انت ايه اللي جابك هنا حضرتها. هو ده السفر بكلمك. مش دي ضيفتك يا منى ولا ايه؟ انا مش شايف ايه. بكلمك اقعدي. طيب اقعد فين؟ انا بكلمك رد عليا. طيب تعالي تعالي اوعى تعالي تنتحني. هو ده اللي انت مسافر؟ مسافر ايه؟ ده هو ده اللي انت مسافر؟ اوعى تلمسنيش. انا عايز افهم فيه ايه. مين ده؟ ايات. ده جوزي. ايه ده ايات؟ هو ايات مراته. ايوه. طب اوكي هو ايه المشكله؟ طب ما هو مفهمني. اهلا وسهلا ازيك. اهلا مالك ضرتك؟ انا مراته. وحياة امك يا بنتي. ايه دي كده؟ انا فاهم كل حاجه. دي فين بس؟ عمالك عند تحت واطلع بس وسع تحت. فين انت هتسيب ميشو وتنزل؟ طب مين ميشو؟ مين ميشو كمان؟ ابن احمد ومان. كنت عارفه انه متجوز. اه هو كان. ايوه هو ده اتفق معايا على كده. اه وايه المشكله؟ لا يا ماما ايه المشكله يعني؟ ايه اللي احمد؟ طيب انا فاهمك. ما انا فاهمها بقى. اتكلم معاك لو سمحت. ممكن نتكلم؟ انت مين اصلا؟ انا مالك اخو ملك. اوكي ماشي. ايه ده كده؟ خليك بقى مع ملك. كده بالعقل كده وادي. ماشي تعالى. ايه انت مش قايل انك مسافر كمان مش شغل؟ طب تعالى يا احمد. تعالى صوتك احمد لو سمحت. تعالى صوتك. لا انت بتزعق. هو انت كمان بتزعق. انت بتهب بيه هنا. ما تقليش حضرتك على الناس. طيب انت بتهب بيه هنا. كلم نفسك. وسع ما حدش يلمسني. احمد ادخل جوه. احمد ادخل جوه. انت رايح فين؟ انت هنا. لا هو اللي انت بتعمليه ده مش لا مش منطقي خالص اللي انت بتعمليه. لا لو سمحتي بعد اذنك البيوت ليها حرمه يا استاذ. اوسع فين بس بعد اذنك؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت كمان ما حدش يلمسني. انت جايه تكسرينا شقتنا. ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. زكي ايه يا منى؟ ايه يا منى؟ في ايه؟ يا
بقول لك انا نسيت اسمك اصلا، حضرتك اسمك ايه عشان اعرف اتكلم معاكي؟ وسعي وسعي. طيب انا مش ههدى. يعني احنا اتفقنا معايا ان انت تيجي تعيشي معانا فوق السطح واجرهولك وقلنا ماشي. سطح ايه؟ السطح عندنا فوق، ايه المشكله يعني؟ اه تنوري انا معاك اكيد صح، انت عايش فوق برضه. لا احنا جبناهولك واجرناهولك، هو اللي دفع الفلوس. والله كتر خيرك. قلنا ايه المشكله تيجي يعني؟ ومالك راضيه ان انت تيجي تقعدي معاها وتكرمت وقبلت؟ ايوه انت عبيط؟ انا وافقت. انا مش هرد عليك عشان انت في بيتي برضه. لا رد، قولوا لها انت. لا رد، انا بحب الكلام. رد بقى، حبك بورسي وبعيدي عشان ما زعلتش. بعيدي عن وشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش عارفه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا زكي بصي لنفسك. ايه ده؟ ايه زكي ده؟ عشان احلى منها. لا لو سمحتي بعد اذنك. هتقولي زكي انا مش عايزه اتكلم مع حد. انا مش هجيبهولك، ده جوز اختي. هسيبهولك؟ انا مش عايزه. وجوزي انت ممكن تاكليه. وجوزي. طب خلاص يطلقي. يطلق انت عبيط يا ابني. ده مين اصلا؟ هرد عليه. انا اخو مالك؟ انا خال ميشو. لا ما تغلطيش لو سمحتي. ما سمحتيش. وسعي يا طنط. طيب دلوقتي انا احترمتك وجيت. ماما خلاص يا ماما انا بتكلم معاها. خلاص يا ماما. قصرت رقبتي اقسم بالله. قصرت رقبتك ايه من ممكن لو سمحتي؟ استنى شويه. لكي لو سمحتي بعد اذنك. بعد اذنك يا رجاله. ايه ده جوز؟ البيوت ليها حرمه. طيب. انا لو جيت بيتك ممكن اعمل اللي انت بتعمليه. انت بتكسريه الحاجه اللي هو دخل جوه ليه؟ هو دخل جوه. انت شفتيني معاه ماشيه. اه دلوقتي مش ده متجوز. طب انا هحل المشكله. انا عندي غلط. عامل حاجه غلط ولا مش عامل حاجه غلط؟ هو ايه الغلط؟ زكي ممكن تطلع. تعالى يا احمد فك صوتك ده. انت قاعد جوه بتعمل ايه؟ فك صوتك. قاعد جوه بتعمل ايه؟ صوت بكلم امك. والله العظيم. اه والله. وفين اهلك انت بقى عشان نكلمهم؟ اه عشان نلخص الليله. بقى انت بتضحك عليا وتقول لي انت في شغل عشان الشبر وربع دي. عاجبك ولا مش عاجبك؟ بقى انت شغل. صوتك صوتك ما يعني. والله الجوز التالت عليكم انتوا الاثنين. هو شكلك مرشوه. دول مين؟ كنسل؟ اللي قطع هيعمل فيكم على الجوز التالت عليكم انتوا الاثنين. هو كنسل وخدتهم. طب وانت كمان بتزعق. الجوز التالت عليكم انتوا الاثنين. هو كنسل وخدتهم. طب وانت كمان بتزعق. ما تديش ايدك على سبكة تحت وشي. بقول لك ايه؟ لا 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 خش جوه خش جوه خش جوه. لا انت ادخل جوه يا جبان. في ايه انت بتعملي كده ليه؟ ادخل جوه يا جبان. ادخل جوه يا زكي ما تخرجش دلوقتي. هو ايه المشكله لو انت جيتي عشتي معانا ونتلم بنبقى عيلة؟ نعيش فين؟ نعيش فين؟ والله العظيم احمد اجر. هو انت بتتكلم بجد؟ ايوه بتتكلم بجد. اجر ايه على السطح؟ ربنا كتب يعني. اختك برضه عايشه على السطح معاه؟ صح. طب خلاص عيشي معانا هنا في الشقه. جاب لنا هنا خليكين كلب. صح الشقه هنا وهنعيش فيها. شقه ايه؟ هو قال ان انت ممكن تيجي وتعيشي فوق السطح. هو قال كده؟ اه هو اللي اتفق. وافق يعني؟ هو وافق وقرر وكل حاجه. صح عايزه تعيشي معانا في الشقه. مفيش مشكله. انا موافقه مفيش مشكله. انت بارده قوي. والله انت عندك تاخد. والله انت بارده قوي. عندك اطردها بره. اطلعي بره. اقول لك انت معانا بره. انت ولا هي عندك؟ طب خلاص اطلعي بره. طب اطلعي ولا اطلعي بره. ازاي اللي مش هتسيبي ايه؟ اطلعي بره يا منى. انت جاي تولعيها يعني؟ احنا بنحل الموقف. انت جاي تولعيها. اطلعي بره يا منى. يعني انت ما تحسيش يا منى ان انت مرضيه؟ اه يا منى حاجه غلط. بره يا منى. بره يا منى. ما تخشيش البيت تاني. بتقولي انت غلطانه ان انت رحتي عزمتيها اصلا. هو انا دلوقتي سبت الموضوع دلوقتي عشان اتكلموا حاجه بس. انت عايزه ايه؟ ماما تقول لك نعيش معانا في البيت. هو انت بتهدد؟ اترديها يا ماما. ما عندهاش ذنب. ما ترد عليا. انا مش هينفع ارد عليكي. طيب انا محتاجه. انت بتقولي على حارسك. انت ليه وافقت ان اختك تتجوز؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ يا عم حاجه حرام. ثواني يا ماما. يا عم حاجه حرام. ليه يعني؟ اللي انت بتعمليه هو اللي حرام. اللي هو ايه ان شاء الله؟ اه طبعا. انت جوزي يا بابا. جوزي يا بابا. ما تقولش درتي. ما تقولش درتي يلا انت. قرف. دي قمر. مش هرد برضه عليكي. طب انت بارده ليه كده؟ بصي لا هي مش بارده. والله العظيم انت بارده قوي. انا بحبك على فكره. تحبي مين اللي عرفك؟ هو حكى لي عنك وانا حبيتك. والله؟ انا حبيتك. هو من كتر حكاوي انت حبيتيني؟ وهو ما حبينيش ليه؟ دي حاجه ترجع له بقى. لكن انا يا بنتي ابعدي عن ابو شكلك. هي انسانه غريبه جدا. والله والدك قيصري يعني. شو قالك نصين؟ طب يعني وهم يعني انت عايزه مننا ايه؟ عايزه والدك قيصري يعني. انت عايزه مننا ايه؟ على فكره هو كان لازم يسيبك ويطلع من بدري كده. وسع. طيب ما تشيلك على حد. وسع وسع بقول لك. وسع خلاص. وسع يا بنت. مين اللي كنت تقول ان هو واقع عليا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وسع حاجة الناس. وسعي حكسري البيت. تعالى بقول لك ايه؟ ما تلمسنيش. اوعي تقوم بقى. تعالى كده. تعالى اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. يلا بس 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 يلا ما تلمسنيش. اوعي هنتكلم في البيت. هو واحد كل جاب الكلمة.
ايه اللي مزيك في البيت غير ما تقولي؟ اوعى ايدك! انت قلت لي انت نازله؟ تتكلم في البيت معاها يا وانت هتروح معاها اصلا؟ انت قلت المشاكل، انا غلطت اصلا ان انا قابلت الجواز. رمرام انت اصلا! رمرام ومعاك! خش خش جوه، خش جوه، نزلوها نزلوها، روحي زي ما جيت. بقول لك ايه، انت تاخدي ميش زي ما جيتي روحي. مش عايزين ميش، خش جوه بقى بعد اذنك، خش جوه، انت تاخدي ميش وعيش معاك. يا جبان تخش جوه ليه وتسيب؟ يا جبان اقسم بالله جبان. بقول لك ايه، انا هخلي ميشو يجي يعيش معاكي. انت عايزه ميشو يعيش معاكي ونخلص ويطلقها؟ انا مش عايزه يكمل مع اختي. اضربك تاني؟ انت حبيت الموضوع؟ حبيت ايه بس؟ انا بقول لك عايزه تمشي من هنا، مش خدي ميشو معاكي. ما تزعقليش عشان ما ازعلكش، بس ما تزعقليش، بقول لك ما تزعقليش. ما انت عماله تزعقي من الصبح، انت شريره قوي. انا رد عليك اقول لك ازاي براحتك في بيتنا وبراحتك عشان جوزي. طب اطلعي بره، ما تاخديه وتمشي. انا مش هقعد. عايزينه هو قال لك ان هو ممكن يطلقك، هو مش عايزك اصلا، هو باقي على ما. طب تمام يا احمد. احمد خلاص البيت، هتاخد دي ولا دي ونخلص؟ ما بطلقش، اللي عاجبه يعيش يعيش. اهلا وسهلا بيكي فوق السطح. انت بتقول ايه انت؟ براحتك عادي تطلقي. يعني انت خلاص هتعيش مع ميشو؟ لا لا، في محكمه، في ابن راجل، راجل ابو اصول، شهم والله ابو حميد. خش بقى اقعد مع ميشو. ميشو خش يا احمد، خش اقعد مع ميشو يا احمد. ملك خش رضعي ميشو. اقسم بالله هم كلهم رجاله ناقصه، وهي عيله ناقصه كلها. منى ما تغلطيش يا منى، ده انت في بيتها يا منى. انت حاجه بيت ربنا. اه ايه يعني يا جوزها اصلا؟ طب شفتي بقى، ابعدي يا حبيبي. بقول لك ايه يا منى، اطلعي بره يا منى، اطلعي بره اصلا. انت جايه تولعي الدنيا. ابعدي على قلبك رولك. قيصري اسكتي بقى. طب بس ما دام انت طيبه. قيصري لا تضحكي عليا، انت بتعمليها والله. هدي حضنها. بقول لك ايه، خدي بعضك خدي بعضك وخديها وامشي. خدي بعضك وخديها وامشي. انا غلطانه، اقسم بالله انا غلطانه. كان لازم يطلق اصلا قبل ما يتجوز ملك، انا غلطت ان انا رضيت. انت تطلعي بره، انت تطلعي بره، اطلعي بره. انت عايزاه وكملي معايا صح؟ احمد يا زكي، احمد يا زكي، تعالى خد مراتك وروح وقول لها ان انت بتعمل فيها مقلب. يلا يلا خساره فيك المسقعه اللي ماما عملتها. يا راجل اوعى ايدك، بقول لك هي ما سمعتش. احمد يا زكي تعالى خد مراتك وقول لها ان انت بتعمل فيها مقلب. بس سمعت كملي معايا صح؟ احمد يا زكي، احمد يا زكي، تعالى خد مراتك وروح وقول لها ان انت بتعمل فيها مقلب. يلا يلا، انا مش مصدقه انك راجل كده. يلا يا عم، انت راجل، اوعى ايدك، بقول لك هي ما سمعتش. احمد يا زكي تعالى خد مراتك وقول لها ان انت بتعمل فيها مقلب. بس سمعت؟ هي سمعتي ولا ما سمعتيش؟ ده انت مفتريه. انت انت بارد قوي على فكره. احنا بنعمل فيك والله العظيم بارد قوي. والله العظيم بنعمل فيك مقلب. اقسم بالله انا عيني ورده ولا حاجه. لا واحنا كنا بنضحك عليك، واتفقنا مع احمد ان احنا نعمل معاكي كده. خلاص خلاص خلاص. اوه بتعمل فاضي فاضي وبتعمل مقالب. بس بس فاضي فاضي وبتعمل مقالب ما شاء الله عليك. يعني كوزون طيب، بص بتاعتي بتاع ازاي؟ انت كسرت لنا الديكور، واللي انت عملتيه ده انا مش عارف اقول لك عليه ايه. بس ايه يا عم، في ايه؟ بصي انت، انت قاعده ومديه ظهرك الكاميرات هنا على فكره. تصوير اخر ازاي؟ لكن مش عارف والله. هتبوسه فتريه. طيب ممكن نبص هنا، ممكن نبص هنا، في بتاع نبص هنا، نبص هنا. الكاميرات هنا والله العظيم. انت قاعده مديانا ظهرك للكاميرات. ممكن نزاي الحلقه اللطيفه خالص دي اللي انت بهدلتينا فيها. انت عايش ازاي في البيت بالشكل ده يا معلم؟ كده عايش كده بقى بجد والله. بتضرب كتير؟ لا بقى زي ما انت شايف ما بلحقش. كوسان طيب، نزاي الحلقه دي؟ نزيع ولا ايه رايك؟ يلا. ايه السكوت، نزيع ولا لا؟ ماشي زيع. يا خلاص دي بس. يا كده طلع عظيم، انت لازم تطلع يا معلم. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده.